السلام عليكم. بعد ما شفنا الفيديو الأول حول الأشغال نتاع تهيئة الساحل نتاع مدينة جيجل في المرحلة نتاع الأشغال، يعني الآن نشاهد الفيديو هذا اللي يورينا الأشغال وهي منتهية. نشوفوا لا فينيسيون، وهنا نشوف يعني التصميمات نتاع المشروع هذا نتاع التهيئة نتاع الكورنيش نتاع جيجل من الناحية الشرقية. وأنا نشوف على الخريطة تجسيد المشروع. نلاحظ الأشغال نتاع لافينيسيون هذه، ونشوف مساحات كثيرة نتاع يعني نتاع المبلطة نتاع البيطون بالبيطون امبريمي، ومساحات تاع غازون هنا شابة، حتى ولو المساحات المخصصة للعشب قليلة مقارنة بالمساحات المبلطة، إلا أنه يعني الأشغال في العموم تبدو مقبولة. إذن ونخليكم مع نهاية الفيديو هذا، والسلام عليكم.